جماعة طنجة، جماعة تطوان، جماعة شفشاو، جماعة حسيمة، وجماعة العريش فقط. دونك حنا اليوم كنهضرو على إشعاع مدينة العريش ما بين 66 جماعة ترابية، ماشي ما بين 1503 جماعة ترابية، يعني هو واحد الحاجة اللي هي حقيقة سلسة باش نقدرو نخرجو شي تجربة رائدة في العريش، ماشي صعيبة بزاف. دونك هذا البرنامج كما قلت المبادئ ديال الانفتاح الأربعة عشر في المساعدة مشاركة المواطنة والوجود المعلومة والرحمنة كيتصل وكيتقل ثلاثة النتائج. النتيجة الأولى كنقول على أن التنمية المنفتحة كتقدر ترجع وتجعل المواطن شريك في تحديد الاحتياجات، ولكن ماشي فقط تحديد الاحتياجات، أيضا في إيجاد الحلول. وكنطرقوا من المبدا اللي كيقول ان المواطن اللي كيعيش واحد المشكل كيتبادل بالحل اللي هو محتاجه، وجينا من بعض الاليات اللي كتقدر تخلي داك الحل المقترح اللي كيكون في تصور المواطن اكس اللي جالس في المنطقه يقدر يوصلو. ثاني نتيجه هو تحسين جوده خدمات وتجويد ديال البرامج الجماعات الترابيه، البرامج التنمويه الباك الفي. وثالث نتيجه واللي كتجيني انا هي الاكثر أمبيسيون اللي هي فيها نوع من الشجاعة وجرأة حقيقة، هو تعزيز الثقة ما بين المواطن والجماعة الترابية. هاد الكلمة ديال الثقة، كلمة الثقة اللي حنا عارفين ثقيلة، ماشي كلمة سهلة. واليوم حنا قدام واحد الوضع واضح أن مشكل الثقة ما كيأديش فقط للمواطن، ما كيأدي أيضا للفئات الأخرى. الجماعة اللي كدير واحد العمل كبير وكتلقى أن كتدخل غير لاباج فيسبوك وكتدخل لواحد السيت وكتلقى الناس كيلوحوا بحاجة، حتى هي كتعاني من مشكل الثقة، يعني مشكل الثقة كيهرس من جوانب كاملة. وملي كنهضرو على تعزيز الثقة في الأدبيات ديالها، هي الثقة ماشي شي حاجة اللي كتجي بواحد السهولة ولا بواحد السلاسة، ماشي شي حاجة نضربوها وتخرج لي الثقة من جوانبها. الثقة في الأدبيات تبنى، هو بناء، والبناء راه خصو الوقت، خصو الماتيريال، خصو لي غوسوس، خصو لياجو، خصو السيما، خصو التاشمون. وفي هذا البرنامج حاولنا نوضعوا بعض الاليات للتعزيز اللي كترتسم وكتمشي في الطريق ديال تعزيز الثقه. وكيبقى الواقع اللي هو لامباكت في هذا البرنامج اللي كيخدم ليه هو المساهمه في التنميه الترابيه. كنأسيستو بزاف على كلمه التنميه الترابيه، لان في وسط البرنامج اي جماعه ترابيه اللي منخرطه كتقدر تمشي بالسرعه ديالها، وكتقدر تخدم على برامج الانفتاح اللي متعلقين بالخصوصيه ديالها. كسبيل المثال حنايا في سوس مثلا كنخدمو على مغاربه العالم، لان عندهم واحد الديسبورا كبيره، معليش نجي مثلا هنا اللي عندنا العرش نخدم على شي اشكاليات، كل منطقه ومنطقه كتخدم على الاشكاليات اللي هما متعلقين بالخصوصيه ديالها. كنا عطيتني غير نظره على البرمجه ديال هذا البرنامج اللي بدينا حتى دابا. دونك حقيقة البرنامج بدا في اكتوبر في الانخراط ديال 66 جماعة ترابية لشبكة غيماركو، الشبكة المغربية للجماعة الترابية المنفتحة. وما في الانخراط ما بين نوفمبر ويناير كنا لقاءات تنظيمية حول البرنامج في 12 جهة المغرب، دونك هنايا كانت في مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة. ما بين يناير وفبراير كنا نروح لاستمارة وطنية لي سيتمار لي بوان فوكو نقط الارتكاز للجماعة الترابية الفلسطينية اللي صيفطوا لنا بعض المحاور ذات الأولوية لكل جماعة ترابية. من بعد ما في فبراير كنا درنا ورشة تكوينية على الورد، ومن بعد في مارس أبريل هي هذه النقطة اللي حنا دابا فيها كتسمى بمشاركة المواطن رقم واحد، اللي الهدف ديالها هو جمع الأفكار والمقترحات. راه اليوم هي ورشة عمل، يعني أنا من أسئلة العرض ديالي غنقسمو لبعض الكليبو ونخدمو، كل واحد غادي يخدم على المحاور اللي تقترح ليها. وهذه المشاركة المواطنة تتم بمرحلتين، دونك المحطة الأولى هي اللقاء ديال اليوم، دونك الإعلان المشترك للبرنامج الانفتاح. والمحطة الثانية هو المشاركة الرقمية، دونك حنايا اليوم درنا حلينا واحد البوابة، البوابة ديال الإنترنت اللي نقولها لكم في الآخر، اللي هي كتتيح للمواطنين والمجتمع المدني وأي فئة في المجتمع أنه يشارك بالاقتراحات ديالهم والحلول ديالهم والإشكاليات ديالهم. ومن بعد ان في مايو يونيو كنتظرنا واحد المحطه واحده اخرى اللي هي مشاركه المواطن عليهم، يعني غادي تكون من على اثر هذا اللقاء هذا غادي تكون واحد الوجهه صغيره اللي تقوم بتحويل الافكار اللي نجمعوهم هنايا ونجمعوهم عبر البوابه من افكار الى مشاريع اللي غادي تحطهم على 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 صفه مسوده خطه عمل، خطه عمل الانفتاح اللي من بعد ان شاء الله في شهر اكتوبر تتم المسابقه عليها في الدوره ديال اكتوبر. هذا هو الجدول اللي عندنا ديال الاعداد المشترك ديال برنامج برنامج عمل الانفتاح ولا مشروع الانفتاح. المشروع الانفتاح فيه محاور وفيه
فيه بعض المشاريع صغيرة اللي هي كنصب ولا هي فيها داك الطابع ديال الأربع مبادئ اللي هضرنا عليهم، مبادئ الانفتاح. ومن بعد غادي يتم تنزيل المشترك ديال هاد المشاريع في السنتين القادمتين إلى حين ليطاب ديال تحيين ديال الباك. في تحيين ديال الباك غنعاودو نفس العملية، دونك إعلان مشترك لبعض المقترحات اللي غادي يدخلو إن شاء الله في الباك القادم. دونك هادي هو الجدول ديال المراحل اللي كيتسناو. انا بغيت غير نشاطر معكم واحد الاستبيان اللي كنا درنا ديال تحديد المحاور اللي كنا درنا في هاد الشهر الماضي. دونك كنا صيفطنا واحد الاستبيان ل 66 جامعه ترابيه، وكنا توصلنا لاكثر من 200 اقتراح، من 200 محور في الانفتاح. وملي كنا كنديرو الاعمال ديال الفرز بيناتهم، اكتشفنا على ان كل جامعه ترابيه كتشوف الانفتاح بطريقتين مختلفه، بجوج طرق. كاين جامعه ترابيه اللي كنبانو الانفتاح كآليه، يعني كآلية اللي كتساعدها في تنفيذ بعض المشاريع المضمنه في برنامج العمل ديالها. يعني انا نعطيكم بعض الامثله البارد. وكاين ايضا بعض الجامعات الترابيه اللي كتبان لها الانفتاح مبادئ هما غايه، يعني غادي تخدم في تعزيز عن خدمه برنامج اللي قصد تعزيز الشفافيه والمساءله وقصد تعزيز المشاركه المواطنه. هادو بعض الاقتراحات اللي كانوا توصلوا لنا. دونك ملي كنهضروا على الانفتاح كآلية، دونك مثلا استعمال آليات المشاركة المواطنة في إحداث وسيلات المنتزهات الطبيعية، استعمال آليات الانفتاح قصد تدبير الأسواق الجماعية، قصد تدبير الإمارة العمومية، محافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته. هادو هما المحاور اللي توصلنا بهم. وتوصلنا أيضا بعض المحاور ديال الجامعات الترابية اللي كتشوف الانفتاح كغاية، يعني بغات تخدم على تسريع أقمنة الخدمة، بغات تخدم على شفافية الميزانية، بغات تخدم على الميزانية الواطنة، بغات تخدم على تعزيز الشفافية بشكل عام، التواصل الموجه المعلومة. دونك هو هذا الانفتاح هو مبادئ على ضرني كيقدروا يتوجعوا في أي موضوع وموضوع. دونك اليوم أرسلت حقيقة تقرير الخبر التقديم ديالي. دونك الهدف ديال اللقاء ديالنا اليوم هو نخرج أكبر عدد ديال الافكار والمقترحات المتعلقه بالمحاور اللي تم الاقتراح ديالها هنايا في المليان في العرائش، غنوريها لكم من بعد. شنو غادي نديرو بديك المقترحات اللي هنايا غادي نكون لكم غادي نجرو، غيتم النشر ديالها في الموقع كنوري لكم دابا، دونك موقع شبكه الجامعه الترابيه المنفتحه. من بعد يتفتح مجال لمشاركه الجامعه رقميا، من بعد يتم تحليل ديال الاقتراحات عبر اللوجينه اللي درت عليها، من بعد صياغه جامعه صياغه مشروع برنامج الانفتاح، واخيرا التشاور العمومي عليه. قبل ما نعطي الكلمة حقيقة بغيت نسمي غير القراءة المحاور اللي اقترحته، بغيت نوريكم البوابة. دونك البوابة هادي لا فيرسيون بيتا، يعني اللي داخلية، حنا اليوم غيتم لونسمون ديالها، باقي ما تكملاتش، كنهضرو على 66 جامعة عربية، دابا دخلنا 55 ديال المعلومات. نعطيكم كسبب المثال، دونك أنا الشبكة المغربية للجامعة العربية المنفتحة، أي واحد عنده يقدر يدخل ليها. على سبيل المثال ندخل في سلاسة، نقولكم هادي باقا فيرسيون بيتا، دونك باقي الأشياء متعملش، ولكن نعطيكم فكرة على الأعضاء، كنجيب بلايص الأعضاء، غنوريكم مثال ديال سلاسة لأن كنا فيها هادي أسبوعين، دونك دخلنا المعلومات كاملين عليها. كنجي على سبيل المثال جامعة إتلول، كنلقى لنا الجامعة كيخدمو على 4 محاور، كنلقى لنا دارو 48 أفكار اللي يوضعو. أول حاجة كنظن أنا اللي مهمة في هاد المسائل الانفتاح هو ملي كندخل كنلقى شكون المخاطب الرسمي لهاد البرنامج، كنلقى الاسم ديالو، كنلقى الايميل ديالو باش نقدر نتواصل معاه. ثاني حاجة نقدر نعرف شنو الجامعة الترابية ديالي بلاش كتخدم، كتخدم على المشاركة المواطنة، شفافية التواصل والموجه المعلومة، الابتكار وتجميل الخدمات الجماعية، المساواة وإدماج النوع الاجتماعي. كنقدر ندخل نعرف حتى هما شنو الأفكار، مثلا في هذا المحور بالابتكار كنجي نلقى هنايا ها التحديات، دونك هما الأفكار الناس، دونك هنا كيوضع تحدي وحل مقترح، تحدي حل مقترح، تحدي وحل مقترح، ولا غير كنبقى لاباج دو لاباج تخوا لاباج كاتخ ولا غير. وهنايا كتتاح لي الفرصة أنني حتى أنا نطرح الفكرة ديالي، كنجي هنايا اطرح فكرتك، تقدر نعبر لي المعلومات وكيبقى هذا اختياري، دونك واش نوضع البريد ديالو ولا مبعوش، نوضع الاسم ديالو ولا مبعوش، اللي هما مهمين بالنسبة للستاتيستيك هما الجنس والفئة العمرية. ومن بعد كنحط أي واحد يقدر يدخل مثلا المشاركة المواطنة، نحط الاقتراح ديالي، ها الإشكالية اللي كيعاني منها في الحي ديالي ولا في
مكان العمل ديالي ولا اي بلاصه كنشوفها في المدينه ديالي هو الحل المقترح. هاد الحلول كيتوصلوا بهم لنقطه الارتكاز وهي اللي كتدير التحليل ديالها. دونك هادي كمرحله اولى. المرحله الثانيه دابا مدينه العريش ما عرفتش واش خلاها ولا باقي مثلا يعني حتى هي غتكون على نفس الحاجة اللي وليتكم عاد دابا يعني مور هاد الحصة ديالنا غنقومنا على المحاور ديالو ها هي جا كاين هنا الاسم ديال سمية ها هي في الايميل ديالو يعني سمية هي نقطة الارتكاز في هاد المشروع هنايا الناس اللي وقعوا على هاد الافكار هنايا وقعوا بها وكتسهل فرصة للجميع حتى اللي ما حضروش انهم يبقاو يحطوا افكار لهم المقترحات ديالهم وهاد اخر نقطة في هاد البوابة حاولنا حنايا نستعملو الرقمنة ماشي فقط لتعطي المعلومات حيت حد الان في المغرب كنستعملو الرقمنة غير لإعطاء المعلومات وبعض الجماعات الوطنية اللي كدير الاجتهادات ديالها باش تقدر دير سونداج وكتاخد المعلومات عند الناس ولكن الأغلبية ديال الجماعات الوطنية اللي حنا واصلين في إطار المغرب هو أننا كنعطيو لافورماسيون أون انفورم دوني لافورماسيون كونسلتي كنديرو بلوتو الاستشارة كنديروها أطراف الهيئات الاستشارية دابا حنايا في المشاركة المواطنة أولا في الديمقراطية التشاركية بشكل عام كاين درجات صح؟ لا كنجمع المعلومات كاين درجات كاين محطات في الديمقراطية التشاركية دونك المحطة الأولى في سلم الديمقراطية التشاركية هي انفورمي كنعطي المعلومة المحطة الثانية كنستشار هي علاش هو الهدف ديال وجود الهيئات الاستشارية والمرحلة الثانية كونسلتي تشاور دونك ما بين الاستشارة والتشاور راه مفاهيم راه ميكانيزمات هي كنطورو ميكانيزمات الرد كنطورو حاجات كثيرة لذلك هاد البرنامج جاي في هاد الطريق يعني ماشي فقط كنوضع فكرة ولا كنعطي اقتراح ولكن عندي واحد الميكانيزم اللي كتخليني نشوف في الاقتراح ديالي إلا مشروع إن شاء علاش تقبل علاش ما تقبلش داك لا